يا مرحبا عند رمز من رموز الحفا أنتم شيخ كفو وفعوله تجمله الشاعر جهيناه ينادى المجتمع على الصلاة صلاتها الثانية قدامها الأولى دهم البقى في أي مقام يلفت على انتباه في حفل شيخ جميع الناس ما تجهله عساك من تهم صلي عاكس الاتجاه الناس كل يجي حساب قد عمله الناس عجزت تخلص من ظروف الحياة فيامها الماضية ويامها المقبلة أهم شيء السنان ما نصلي وراه من همنا الفرض رب البيت ما يقبله العمر لحد إلينا أنه يصل منتهى ومحمد العازمي مضمون مستقبله من منطقة ظلم صلوا باتجاه الحصى العازم يمكن التكليف ما يشمله هالسايق اللي لقال في طريق حصاه من حقه يلف ولا يمسك الفرملة صنمك فالعيص لا ترجع تصلي عليه
من ضيع الدين عده ضيع المرجلة التومة ما هو بناشد عازمي عن خطا لكن يقول المطب انصحك لا تاكله سبحان الواحد الفرد الصمد في علاه اللي رفعنا على أصحاب الجهل منزلة التومة والعازمي رؤوس الرجال أدها واللي سواتك يا ابن متروك وش دخله كلامي اللي يحسك تتركه ما تبه ما ودك ان عليك نجدد المشكلة جامل هذا هو لا مجامل هذا يمكن من الحبة هالوحدة طلع سنبلة من الحبة هالوحدة طلع حطيت راسك تحتك وما لعبه والله ما صابك إلا شيء تستاهله لو نستمع يا سناني في كلام الوشاه رحنا ضحايا لكثر الهرج والبلبلة راس العتيب رفيع وجعل راسك فداه يا اللي قضبت العوج ما تقدر تعدله أبو زيد وأنت ما حافظت الوصى الله يسامح كبير القوم ويحلله لا يزعم
شجك راسي اللي علي مستوى من بعد حطيت راسك داخل السلسلة هاي بعض الوصايا يا ابو تركي ما فيها طاره اذل ما نقبله والهون ما نقبله يا باغي العافية لا تعترض للرماه من يعترض للرماه العادية تقتله الليل يا قال قوله نفذه واحتماه له موقع في علو والضلع والاسفله